عايز اقول لكل الناس مساء الخير عليكم. النهارده كان ميعاد نزول اغنيه 100 حساب التويتر بتاعنا وشاكوش، بس هنأجله عشان في مشاكل جامده جدا على التويتر ده في النقابه. وكلمت استاذ هاني شاكر، استاذ هاني شاكر طبعا كان متضايق وقال لي مش انت اللي تعمل كده يعني. وانا طبعا كل الحب والتقدير لاستاذ هاني شاكر كفنان وكاخ وكانسان وكنقيب، وانا مش عايز ابقى ضد النقابه ومش عايز ابقى ضد القانون. فهو وعدني انه حي ان شاء الله هيحل الموضوع ده، وفي اقرب وقت لما يحل الموضوع ده اقدر اعمل انزل التويتو. فبقول لكل الجمهور ان احنا هنأجل التويتو، وان شاء الله لما يتحدد معاد المقرن الحاصل على المركز الثاني